استهدفت في عقولها واستهدفت في قلوبها. فإن النجاة هي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفيما يتضمنه بقواعد. وقد أشار شيخنا جزاه الله كل خير على هذه الضمانات التي تضمن لنا الاستقرار وتضمن لنا الحياة السعيدة. هي في قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. النجاة في كتاب الله، لأن القرآن هو الذي نقيم به الميزان. القرآن هو الذي نقيم به الميزان فنعلم فيه الصالح من الطالح والخير من الشر والباطل من الحق. قلت ما أوحي إليك من الكتاب، فالإنسان إذا صحب القرآن ولازم القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يورثه نورا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلما الله سبحانه وتعالى يورثك نورا فإنك تميز بين الخبيث والطيب. والقرآن هو الذي يرفعك في أعلى الدرجات. وهل أتاكم حديث ذلك الشيخ المعتقد على كتاب الله لما حضرته الوفاة ودخل عليه والده ورأى عليه تباشير الخير فقال: يا والدي، ما الذي بلغك هذه المنزلة؟ فأشار إلى الوحي وأشار إلى القرآن وأنشد يقول: هذا الذي كنت أطويه وأنشره حتى بلغت به ما كنت آمله، فدم عليه وجانب من يجانبه. فالوحي أفضل علم أنت حامله، فالوحي أفضل علم أنت حامله. وددنا أن شيخنا الشيخ عبد القادر العمري ما سكت، ولكنه سيف الوقت فوق رؤوسنا. فندعو الله له سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد، وأن يجعل فيه بركة شيخه سيدي محمد الكبير رحمه الله، وأن يجعله خير خلف لخير سلف. ونحن في هذه الأيام وقد ذكركم الشيخ بأني إن شاء الله غدا إن شاء الله سأقبل على أداء عبادة الحج بعدما انتخبتني الوزارة الوصية كمفتي للحجاج في مكة المكرمة. أودعكم وأقول لكم صلوا في أرواحكم إن شاء الله، وأنتم حاضرين معنا في الدعاء فأدعو الله لنا بالتوفيق والتيسير، وأنتم إن شاء الله حاضرين معنا في كل المشاهد وفي كل المواقف. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والصلاح والإصلاح والسعادة والإفادة والزيادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سأغيب عنكم شهرا إن شاء الله، ونلتقي بعد شهر إن كان في العمر بقية إن شاء الله.